سيدي خديجة خانم، مصنع السفن عم يشتغل منيح على موضوع القوارب الصغيرة. بدنا نشوف شو رح يطلع معهم. رح زورهم قريبا. قالوا لي جهزوهم كمان بالمدفعية. لكان خلينا نروح مع بعضنا ونشوفهم سوا. مو حابب روح بالنهار مشان ما ينتبه حدا علينا. لازم نحافظ على سرية شغلنا. لكان خلينا نروح متنكرين. أنا كثير بحب شغلة التنكر لأني بتجول براحتي. وين بدنا نخبي المرافقين؟ هاي مشكلتهم. أنا حابب التقي مع الناس. دستور. أهلين بابني البطل. كيفك يا خديجة؟ منيحة. مصطفى حاب يجي يشوفك اليوم. الأستاذ عطاه دي. يا سلام. شو هدول بابا؟ فيني أخذ هدول الحجار ألعب فيهم؟ ما بقدر أعطيك إياها، ونحن عم نلعب منقلة. طب علمني إياها، أنا بتعلمها دغري. طيب أعود لعلمك. تعال شوف. يلا. إذا غلبتك ما بتهرب؟ لا ما بهرب. انتبه منيح. بدك تحط 4 حجرات بكل جرة قدامك، ماشي؟ فهمت علي؟ ماشي. هلأ شوف، في 6 جوار قدامك. خد الحجرات وحط. من زمان ما سمعنا صوت الكمنجة، اشتقنا لعزفك. وهلأ خد بقية الحجرات لكان. هلأ فيك تنقل الحجرات وتحتل جورة تانية. انت بس أمري يا سلطان. يلا صف الحجرات لشوف. تعرف بابا، هاي اللعبة مو صعبة أبدا. بدك تصفهم قدامك. أنا أخذت حجرة من هون. اللي هلأ لشوف الحجرة بقية. معناته أنا اللي رح بلش. أنت عم تضحك علي. انتبه علي هلا كيف الحال. رح بلش معك. انتبهت علي شو عملت؟ بليتها بالشو. هلا بدنا نجيبها. ايوه حط الحجرات. حط شوف حجرتك. أحسنت يا بطل. هذا هو اللعب الصح. عم تتعلم بسرعة. ايه انا ذكي. طالع لأبوك بأي ايد؟ بهي. مو بهي ولا بهي. يلا تفضل. النجوم تمطر على الليالي المعتمة، نورك ساطع أكثر من الشمس. يخجل القمر ويهرب. عبدك إبراهيم مغشي بالنور، لا يجرؤ على النظر. Thank you.
قريتيها مليون مرة وبصمتيها يا سلطانة. ايه ما بدك تردي عليها؟ ايه بجوز لما اقراها بيصير قلبي يدق بقوة وبرجف. طيب شلون رح وصلها اذا كتبتها؟ هاي الشغلة التركية علي، أنا بوصل له إياها بطريقتي. طيب انصحيني شو أكتب فيها؟ أنت شاطرة بقصص الرسائل. مين قالك إني شاطرة؟ مو شايفة كيف حالتي؟ لا تقولي هيك ألفت، أكيد أنت ما رح تبقي وحيدة كل العمر. بدي إياكي ما تتشائمي أبداً. السلطانة خديجة رح تكون بالحديقة اليوم بعد الظهر. فكرتك ما رح تجي. بعتذر على جرأتي سموك، اتضايقتي مني؟ مشان الرسالة؟ مرة تانية ما رح اكتب لك شي وحطك بهيك موقف محرج. لو سمحت. ما بصير تتأخري. هلا إذا مصطفى ابن السلطان فقدك بتصير مشكلة. لا سمح الله. رح روح. بالإذن منك. We'll be right back.